بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم. إيه رأيكم نكتب الحكم الجميلة ديت بخط الديواني بالقلم الجاف العادي؟ نشوف مع بعض كده. بسم الله. طبعا الخط الديواني يا جماعة بيتكتب على 3 سطور، ماشي؟ إحنا هنعملها كده على حرف ألف، ده اسمه ألف مجموع يا جماعة، ألف مجموع استكثر سين الكاف التاء الأول كاف، وبعدين الثاء راء أنطرة كده، والراء ملهاش سنون مرسلة بالطريقة دي. استكثر إشارة الكاف، استكثر من الميم نقطة كده، النون دي نقطة النون، فوائد الفاء رقبة كده يا جماعة ليها، بعدين الواو مجموعة مع الألف بالشكل دوت أهوت، فوائد نقطة الفاء، قصر السنة ديت النبرة دي والدال، ده الهمزة يعني نبرة والدال. الخير، الخير هنعمل ألف برضو أهيت بين 3 سطور أهوت مجموعة كده، واللام الخاء تحتيها محملة على الألف، برضو الياء راء أنطرة كده بالشكل ده. فإنها الفاء ألف على السطر اللي تحت كده، والنون يا جماعة هنعملها نبرة مع الهاء اللي هي رأس الهرة مجموعة بالشكل ده. تنشر تاء والنون والشين كشيدة تنزل من فوق لمستوى الراء تحت على السطر، تنشر فإنها تنشر ال برضه ألف مجموع المحمدة الميم أدي هي الميم والحاء تحتيها والميم دال بالشكل ده، هجمعها مع التاء المربوطة بالشكل دوت. المحمدة زي التاء بتاعت شعار الجزيرة كده، فإنها تنشر المحمدة وتقيل العثرة، واو و مستوى هوت تقيل تاء قاف الياء. بصوا يا جماعة اللام كشيدة مجموعة برضه بنزل للمستوى تحت اهو، ماشي بالشكل ده، وتقيل العثرة هنعمل ألف على آخر اللام كده بالشكل ده، أدي ألف برضو ألف مجموعة يا جماعة، يبقى الألفات كلها في الجملة ديت مجموعة بالشكل ده. أدي العين الثاء أنطرة برضو مع الراء بالشكل ده زي كده 3 نقاط، والتاء المربوطة بالشكل ده. هنكتب نموذج ثاني أو مشق جديد. واو أدي ألف مجموع دي صاد باء راء، واصبر على العين يا جماعة واللام، أدي الياء دي راجعة كده بالشكل ده، كظم الكاف الظاء الميم الحقيقية بالشكل ده أهيت، كظم دي شرط الكاف، الغيظ الغيظ ألف مرسل، أدي الغين اللام غين الياء الظاء بالشكل ده على السطر، الغيظ فإنها واصبر على قزم الغيظ فإنه يورث، ادي الياء ووراء الثاء هنعملها كشيدة كبيرة من آخر سطر فوق على سطر بالشكل ده، يورث
ثلاث نقاط. الراحة ادي الألف المجموع الراء لام راء ألف، الراحة ادي الحاء تاء مربوطة، فإنه يورث الراحة ويؤمن الساحة، ويؤمن الساحة ادي النون برضه اهيت الساحة ادي الألف ادي لام سين ألف، دي لام سين ألف يا جماعة، سين ألف مجموعة مع السين مجموعة مع ألف كده، الحاء تاء مربوطة. واصبر على كظم الغيظ فإنه يورث الراحة ويؤمن الساحة. بالشكل ده النموذج الثالث خير يا راء الناس، الناس شوف الجزء ده يا جماعه كده بصوا، ادي بنجمع اللام مع النون مع الالف، الالف لام نون الف مع بعضها بالشكل ده، السين مسننه اهيت، انفعهم الف مجموعه، ان فعهم عين، الهاء معلقة، الميم اللي هي الحقيقية بالشكل ده، أنفعهم للناس، للناس لام لام نون ألف، السين هنعمل سين كشيرة بالشكل ده، تبدأ من فوق الألف كده أهيت، من فوق السطر الأخير أهيت، وأسحب لحد تحت في مستوى كاسة السين بالشكل ده وأجمعها بالشكل ده، خير الناس أنفعهم للناس. ايه رأيكم يا جماعة؟ يا ريت ندعم المحتوى المفيد، وان شاء الله بإذن الله معا هنقدم فيديوهات كثيرة جديدة مفيدة للجميع. تقبلوا تحياتي وتقديري واحترامي للجميع وكل من نورني في القناة، تحياتي وتقديري سعيد سليمان، ونشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديوهات كثيرة جديدة مفيدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.